حبنا كترسن أوروكا قرنا ذا سومالي لان أي كسو هرشيستي حيرك بوليس كي قلها وكيل ذا سومالي لان هوريا لا قالد مهد أي وركن هرقيسك سو دراي حبنا كم إذا أوروكا قرنا ذا سومالي لان أي سوين ودراي ورسحافظات كي شري كسو بحي قلها وكيل ذا سومالي لان إيشيكي قلها وكيل ذا شرعي قلتيك سنتون عيد كسو دليلان شرعي هاي نسو تشيدي سكولها سي كريغان حسن عبد الله عوالي وكم إذا أوروكا قرنا ذا سومالي لان وحاو شيكي نقفكو يا هاي قرنا ذا سومالي لان ورسحافظات كاسي وكيل ذا شغل مدى يوهي وحوي وحس عليه وين دتيان حركة دلكا شغل مهم سن وطاس يدور كريس يعسد اللي هنا لقاطان أنا قاعد قانا هنا عم تبلان كهذا الله وان حقوق أساسية ما لها مدى يكتب شو سنيا قاعد قانا سمال لان إن أي كهذا لان حركة المودينين تا وأي فهم سين مدى كريس سمال لان هذا حركة كلا وحنا ورجعنا تعرفون تي تهديد يعبرين سامين ليسا بهذا الصحافة سامين ليسا بهذا الشرعيقان كا سامين ليسا بدهن تدخل سمال لان سامينا ساس أصحاب تقرن كا ونورني الوعي بلنك رقف كستو سومالان درا وحضليا رقف وين تاسفون تي وحنا مثلنا هاي نتاي تلابا لا وحقية كل واقعي نتقف كها قلها وكيلا دا قف كها دستور كتمني سومالان قف كها محمد كلها دا لأن هناك ديمقراطية دي سومالان كل سنة هاي وعبرين عبرين دين عكلا قريقا داهر عيالو ايا اساقونا وحاو كهد لي هذا الكيس شلاي كسو يري محكمة دا قبل كسرار اي كوشيغين ان تليها قيبتا بوليس كا قبل كسرار قاشان لدحي احمد اسماعيل قعما يري ومحابيس حكو نايدو سي شرعي درا وقلب بحي محكمة دا قبل كسرار وحانو شيغي ان ارنكاسي اي دبس عطو حير كي بوليس كا او بوليس كو اي سي خلادا اي وفهمين سيدا او شيغي محكمة دا كسونا نغطي او اي قرينا دوين بدن كي قيلين balse ay sharay maxkamaddu noo qireen ummadana u sheegeen waxa uu yidhi sharay maxkamaddu gobolka saraar gudoomiyeheegii gashareeyashayba waxay yiraahdeen booliska baan soo weeraray maxabiistii xoog naga baxay mana shaqeyn kareyno waxaan cadeeyay kalsoonida shacabiga maxkamadaha ku qabeen ay luntay taasi oo aan ku koobayn gobolka saraare dalka oo dhan ka jirta in boolisku aanu fulinin amarada maxkamadaha maxkamaddii iyadu cid walba ka sarreysay ee ilaa madaxweynaha soo fariisiisa inay iyadii maanta booliska cabato dalkii waxay booliisku ekeysiyeen qaabkay u wadaan inaanu dal dimuqraadi ahayn xisbi aan ka jirin kala sarreynaan sharci ka jirin nidaam militari ayay weeyiin qaabkay u shaqeeyeen marka maxkamadaha karaamadooda iyo sharaftooda in la ilaaliyo waxay kow ka tahay in la fuliyo go'aamadooda oo ay hay-adaha qusaysay fulinta ee booliska ee madaxweynuhu sarreeya ay fuliyaan shacabku markaas ixtiraamaya maxkamadaha karaameynaya ugu dambeyn waxaan baa hoose iyo mid dheerba u dirayna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya inuu arrinkaasi si degdeg ah wax uga qabto cid kasta ay la taqaanuqdaan uu tallaabo ka qaado ugu dambeyntiina garyaqaanadani waxa ay baaq culus u direen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inuu wax ka qabto arrimahaasi Khaled Mahad Leeli RTN TV Argisa.